السؤال التالي، يعني العراق يشهد عمليات ضد قوات الاحتلال وأخرى تستهدف عشرات المدنيين الأبرياء، يعني كلاهما يدعي أنه مقاومة، أن أقاوم الاحتلال، ما موقفكم من ذلك؟ يعني المقاومة هي ضد الاحتلال فقط. نعم. وحتى تصريح جورج بوش نفسه قبل سنة أو سنتين قال لو احتل بلدي لقاومت. فأي دولة وأي بلد يحتل لابد من وجود مقاومة، والمقاومة تحصر محصورة فقط في محتلين الذين يحتلون البلد. الشعب العراقي لو اعتدي عليه فهذا ظلم وهذا إرهاب وهذا تطرف وهذا عنف مرفوض 100%، لا يمكن أن يكون بأي شرع وبأي عقل موافق للقواعد العقلية والشرعية، وهو مرفوض البتة.